مساكم الله بالخير. طبعا كنت ناطر مثل ما قلت لكم اشوف في صفقات ثانيه خليجيه ما صار، فمضطرين نحلل الصفقات السعوديه اللي صارت بينهم بين ترامب. لما نحلل الصفقات السعوديه والسياسه هذه فهي سياسه خليجيه متبعه في كل دول الخليج، فاحنا يعني ناخذها كمثال ونقيس عليه سياسات دول الخليج الاخرى. يعني الجزئية المهمة إن ما نقدر نفصل السياسة عن الاقتصاد، لازم تدش فيها، فاللي ما يبي يسمع سياسة لا يتابع الستوري، وخاصة الصفقات هذه تحديدا والتاريخ أو التاريخ يعني قبل سنة أو سنتين والعلاقات الأمريكية السعودية واللي صار فيها مهم، لازم نفهمها عشان نربط فيه صفقاتها. أولا الصفقات في كذا نوع، في عسكرية وفي بترولية وفي تعدين وهذا، وفي خدمات أمنية أيضا اللي هي سايبر سيكيورتي، هي متطورة في تعقب الإرهابيين وغيره بوسائل بالإنترنت بشكل عام سواء السوشيال ميديا أو غيره. فخلنا نتكلم عنهم بشكل عام لأن أساسا ما في تفاصيل كثيرة موجودة، وراح أتكلم عن توطين الصناعات العسكرية واختيارهم للصناعات وكاستراتيجية. في ناس هتقول دش بالموضوع، لا لازم أقول مقدمة هذه لأن أنا في ناس هاجمت قبل لا أتكلم، فلازم أبين وأعطي المقدمة هذه. نبلش الأرقام اللي شفناها وال400 مليار، هذه المبالغ اللي راح تدفعها السعودية خلال 10 سنين، مو اليوم، خلال 10 سنين، على مدى 10 سنين. غالبها 70% راح يطلع برا السعودية، في يمكن 30% اللي راح يكون داخل السعودية بشكل المصانع والشراكات اللي تصير مع الشركات الأخرى. المحللين الأمريكان قالوا إن هذه أو بعضهم أو المؤيدين ترامب قالوا إن هذه راح تحقق 1,000,000 وظيفة مباشرة وملايين وظائف غير مباشرة في السوق الأمريكي. طبعا في ناس واجد مدحت هذا، طبعا اكبر جزء من الصفقات اللي هي 110 مليارات لاسلحه، شراء اسلحه يعني مو ادوات، شراء الاسلحه الفلوس اللي تروح عليها انا نفس حسبها نفس الفلوس اللي تروح على المفرقعات، يعني هذه فلوس راح تحترق يعني سواء في عمليات اليمن او غيره، لذلك شراء الاسلحه صواريخ وغيرها هذه يعني ما لها اي جدوى اقتصاديه، ما في مردود اقتصادي، فنتفق ان الاسلحه ما لها اي جدوى اقتصاديه ولكن سياسه راح يكون لها يعني مردود سياسي وعسكري. انزين الحين نتكلم عن الشركات اللي راح تكون في السعوديه وتحديدا في صناعه في الصناعه العسكريه اللي هي الطيارات والاليات المدرعه، بس عشان نفهم هذه المشاه يعني مو دبابات وغيرها، عشان نفهم ان شنو اللي بيصير على حسب فهمي للعنوان. الطيارات سيتم تجميعها في السعودية، والتجميع في أكثر من نوع، فبس نقول هذه تعتبر خطوة ولا عشان بعدين إن شاء الله السعودية تبدأ تصنع الطيارات من نفسها يعني مستقبلا ما ندري. حطوا في بالكم أن يعني أمريكا ما راح تقبل أنك تصنع صناعات متميزة وهذا، لأن بالنهاية يبونك تعتمد عليهم عسكريا، هذه جزئية مهمة لازم نفهمها يعني. في اتفاقيات تعاون مع ارامكو وغيرها انه في تطوير الحقول سواء اللي على البريه او البحريه، طبعا هذا شيء سياسي، ما اقول طبعا ان احنا صارنا 70 سنه نشتغل بالنفط وللحين ما عندنا التكنولوجيا، ولكن ايضا في شركات اخرى مو بس الشركات الامريكيه ممكن تساعدنا، فهذا اختيار لها سياسي. انزين في المجمل انا اشوف ان 70% من ال 400 مليار هذه راح تروح لامريكا و 30% يكون لها مردود اقتصادي على السعوديه. الناس واجد تكلمت على الإيجابيات ولكن غفلوا عن شغلة وأنا راح أذكرها، هذه ميزة في العقود الشركات اللي راح تشتغل في السعودية، بذكر بعض ملامح. أولا أن يكون في سعودة وسعوديين في الشركات هذه، ما حددوا النسبة ولكن قالوا في نسب، وأنه لازم يدربون على الأقل 30% من السعوديين الموجودين وأيضا يشترون من أولا أن يكون في سعودة وسعوديين في الشركات هذه، ما حددوا النسبة ولكن قالوا في نسب، وأنه لازم يدربون على الأقل 30% من السعوديين الموجودين وأيضا يشترون من أولا أن يكون في سعودة وسعوديين في الشركات هذه، ما حددوا النسبة ولكن قالوا في نسب. عندي إشكالية في سياسة الخليج بشكل عام، سياسة الدفيع الجاد، لازم أن الاستراتيجية تغير ونفهم أمريكا بشكل أكبر وأفضل. روح وقت أوباما تأزمت العلاقات بين الخليج وأمريكا لأن أوباما أيد الربيع العربي وضد الانقلابات العسكرية. أنت لا تتوقع من دولة ديمقراطية أنه يعني ما يأيد أن الشعب ينقلب على نظام مستبد وغيره ويرفض الانقلاب العسكري، هذا أمريكا هم هالشكلها. لازم نفهم أن الرئيس الأمريكي ما يقدر يخسر قاعدته سواء الشعبية أو بالكونغرس بسبب مواقف وياك، يعني هذه النقطة لازم نستوعبها. الشيء الثاني ان الكونغرس له دور مهم في قرارات امريكا، والحين صار في واللي وقفوا امداد سلاح في ايام اوباما كان الكونغرس بسبب الحادثه القصف
لما صار في خطأ في القصف وقصفوا أعتقد مأتم أو هذا في اليمن، وقفوا، كان في دفعة ب 400 مليون وقفوها بذاك الوقت وقت أوباما. لازم نفهم أن الشعب والكونغرس والأمريكي ينظر لنا غير نظرة الرئيس، فلازم نفرق بين الإدارة والشعب والكونغرس. رد الحين نتكلم عن ترامب تحديدا. ترامب هو نجح في أجندته اللي هي مضادة لنا يعني، فتغير مع لما صار رئيس لأنه في مصالح. معروف بالسياسة لا يوجد عدو دائم ولا صديق دائم، زين؟ فترامب ابتزنا وقالها بصريح العبارة أن أنتوا راح تسددون ديون أمريكا. طبعاً بالغ، لأن ديون أمريكا 20 تريليون، ولكن تقريباً اللي راح استثمارات سعودية مباشرة وغير مباشرة راح توصل تقريباً تريليون خلال 10 سنين هذه في أمريكا. تريليون هذه راح تحول يعني أكيد لها أثر اقتصادي على أمريكا، والحين الشركات كلها العسكرية بأمريكا كلها وصلت حد أعلى بأسهمها. احنا حاطين استثمارات 10 سنين، مثلا لو ترامب تغير شنو موقفنا؟ فإنه لازم يكون عندنا فكر أبعد من الرئيس الأمريكي، يكون في لوبي ضغط عربي أو إسلامي، يسمى اللي تسميه، مثل ما في لوبي يهودي ومرخص له. فإحنا المفروض نسوي نفس الشيء وندعم الشيء هذا ونستخدم أدواتهم في اللعب. في جوانب أخرى ما بيتكلم عنها تبين لك إنه مش كثر استثمارات، مثل سوفت بانك وجوده ويا ترامب، وأيضا إيفانكا راح تأخذ 100 مليون. اللي أبغى وصله يعني لازم تغير سياستنا، لأن الحين المجتمع الأمريكي يشوفون إن إيران حليف لأمريكا أفضل منه. ليش أفضل منه؟ لازم نفهم الشيء. ليش لا الأمريكا والكونغرس وغيره يشوفون إن إيران ممكن يكون حليف أفضل لهم من الحلفاء الخليجيين تحديدا؟ اقرأ وافهموا ليه. طبعا انا ما اقول ان ايران احسن منه، لا، ايران اساسا تدعم ميليشيات ولها اجندات واضحه يعني، ولكن في امور تميزها عنه. في شيء، اولا ايران عندها تنوع اقتصادي، فهم ينظرون لنا بسعر النفط الحالي، يعني تغير النفط تغير سعره، تغير معزتنا عند الامريكان، هذا واحد. الشيء الثاني ان ايران عندهم ديمقراطيه ولو انها شكليه، ولكنها بالنسبه لهم هي افضل من وضعنا اللي هي الانظمه الحاكمه. كلنا ندري ان خامنئي هو اللي حدد من الرئيس القادم، لانه هو اللي فلتر، او هيئة تشخيص النظام هي اللي تفلتر الاسامي يعني، لكن قاعدين يلعبونها بشكل صحيح، ان كل سنة مثلا اذا يبون يشدون يحطون رئيس متشدد، اذا يبون يرخون مثلا الحين حطوا روحاني شخص منفتح وغيره. انا اقول دول الخليج لازم تغير قواعد اللعبة او قواعد التشابك مع امريكا وارتباطها مع امريكا، وتكون اقوى من داخل امريكا، وليس عن طريق الكاش، لأن الكاش هذا أثره محدود وزمني وغير مستدام، سواء اقتصاديا ولا حتى سياسيا.